فرحة زي ما انتم شايفين. طبعا هنروح كابتن حسام البدري، نجم النجوم ونجم اليوم ونجم النادي الاهلي. وصراحة يعني كابتن حسام مبروك. انا بصراحة مش عارف اقول لك ايه، اداء رائع جدا، فوز كبير جدا، كان عندك ثقة واضحة جدا في تصريحاتك بعد المباراة الاولى وقبل المباراة اصلا، قلت ان المباراة هتنتهي في رادس. فعلا المباراة انتهت في رادس وللنادي الاهلي. في البداية طبعا بقول الحمد لله، وتحياتي للناس في الاستوديو، كابتن فاروق، كابتن ربيع، كابتن وليد، كابتن سمير، تحياتي ليكو. اكيد الحمد لله، بحمد ربنا طبعا. مباراة مهمة جدا في مشوارنا، ويمكن زي ما انت قلت، انا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برج العرب، قبل ما تتلعب المباراة، قلت احنا هنلعب مباراة برج العرب، لكن بأكد للناس ان الحسم هيبقى في رادس، لان خلال خبراتي انا عارف ان مباراة الاهلي والترجي هيبقى الفارق فيها بسيط جدا، فرق الاهداف، وهيبقى الفريقين عندهم حظوظ في مباراة العودة في رادس هنا، بغض النظر لاني طبعا كنت مركز ان انا اكسب في مباراة برج العرب، لكن سيناريو المباراة واشياء كتيرة طبعا حالت دون المكسب، لكن كنت بأكد ان الحسم هيبقى في رادس. وحتى في المؤتمر الصحفي امبارح هنا قبل المباراه سالوني انت بتقول ليه الحسم هيبقى في رادس؟ قلت لهم الفارق زي ما انا توقعت، والاهلي عنده حظوظ والترجي عنده حظوظ. المباراه بالنسبه لنا اصعب كتير طبعا، تعادل 2-2 بحسابات النتائج هو افضل للترجي طبعا، لكن احنا اي فوز بيضمن لنا، وكان عندي ثقه كبيره في تاهيل اللعيبه. و تاهيل اللعيبه دي جزئيه مهمه جدا كابتن حسام، سواء نفسيا بدنيا كل حاجه. لا وفنيا، يعني في اليومين اللي اتمرنا فيهم الصبح هو اتعمل فيها كل شيء خاص بالمباراه، يعني كل شيء خاص بالمباراه اتعمل في اليومين اللي احنا بعيد عن عين اي حد، يعني اتعمل. جينا اتمرنا الصبح يومين والحمد لله. في نفس الوقت انا كنت عارف ان المباراه صعبه، لكن عندي ثقه كبيره جدا في ربنا الاول وفي اللعيبه وفي قدراتنا وفي المجهود اللي حصل. حاجه طبعا مهمه جدا عاوز اقولها فعلا، بشكر جماهير النادي الاهلي، بشكر كل الجماهير، بقول لهم يعني دي خطوه وليس نهايه ان شاء الله، لان لسه طبعا المشوار ما اكتملش، لكن بشكر جماهير النادي الاهلي اللي جت في استاد التتش وشجعتنا، واللي كانوا كان في اضعاف، انا عارف ان كان في اضعاف بره، وكل الناس حتى اللي ما جاتش كانت بتتصل بيا، فبشكر جماهير النادي الاهلي، بشكر المجموعه العظيمه اللي كانت موجوده النهارده في المدرجات. انا اتمزقت وانا بجري بعد المباراه على طول، حاطط التلج اهو، لان بعد ما الحكم صفر فتحت سبرنت على الجماهير، بس اتمزقت، بس الحمد لله. تكرار نفس السيناريو 2012 كابتن حسام، مباراتين تاريخيين تحت قياده الكابتن حسام البدري. 2012 خدنا البطوله امام الترجي، 2017 كسبنا الترجي، وان شاء الله في طريقنا ان احنا ناخد البطوله تحت قياده الكابتن. ان شاء الله، لسه طبعا مشوار البطوله صعب ان شاء الله، لكن بحمد ربنا وبشكر اللعيبه، بشكر مجلس الاداره، بقول بشكر الجماهير، بشكر كل الناس اللي شغاله معايا، لان مجهود كبير وتوفيق ربنا الحمد لله. خطوه مهمه، وفي نفس الوقت بقول كنا بنلعب فريق مميز، فريق الترجي فريق مميز بجمهوره بلعبته باسمه، واكيد انتصار النهارده يعني شيء برضو بيتضاف ليا وللعيبه اللي موجوده وللجهاز اللي موجود الحمد لله. ايه اللي حصل ما بين الشوطين والشوط الثاني يا كابتن؟ يعني اللي شفنا الاهلي سريعا قدر يحرز هدفين ورا بعض، رغم ان احنا متاخرين بهدف والنتيجه كانت بالنسبه لنا سلبيه في القاهره، لكن حاجه جامده جدا حصلت. لا النتيجه مش سلبيه في القاهره، النتيجه 2-2 واحنا عارفين طبعا المؤثرات. لا انت كنت افضل في القاهره. لا انا قصدي ما كانش لنا افضليه في النتيجه. مش شرط، يعني مش شرط انت بتكون افضل ساعات والنتيجه لا تعبر عن سير المباراه، لكن النهارده اللي حصل بين الشوطين واللي انا قلته بالظبط، احنا ابتدينا الشوط الاولاني بضغط، وكان لابد تبقى في رساله للترجي ان انا هضغطهم على اساس ما يبقاش في فكر ان هم هيضغطوني في نص ملعبي، وابتدينا بشكل كويس قوي في البدايه، لكن حصل تراجع شويه، وكان لابد يبقى في فترات هيبقى فيها تباين وامتلاك للترجي في بعض الاحيان، لكن برضه ما كانش في فرص واضحه. شفنا ضربه الجزاء اللي اتحسبت علينا، كسبنا يا كابتن، بس التحكيم برضه فيه اتكلم يعني برضه على التحكيم تاني، لكن شفنا ضربه الجزاء، لكن غيرت اسلوب اللعب بين الشوطين. كان لابد ان انا اولا ما كنتش اقدر اعمل الضغط من قدام تاني، لان مش هقدر اعمله على مدار 90 دقيقه، هستهلك العنصر البدني بشكل كبير، فهيبقى في خطوره عليا. في نفس الوقت خلق مساحات في ظهر دفاع الترجي، كان لابد يبقى في خلق مساحات مع تقارب بقى، يعني الخطا اللي كان موجود، الاثنين بتوع نص الملعب المهاجمين كانوا بعاد عن وليد، فكل الكور بتروح له كان بعاد،
طلبت من وليد ومؤمن يبقوا موجودين ويسيبوا المساحات، لان كان واضح جدا عندنا مساحات في الاجناب لفتحي وعلي ونزود بالنص من السوليه وعبد الله يبقوا موجودين، بس لابد من ضم مؤمن ووليد شويه ونستخدم الاجناب وما اعملش الضغط من قدام. كنت عاوز لا الترجي يخش في نص ملعبي شويه ويخلق مساحه في ظهره، وده اللي حصل. وبالاسلوب دوت شفنا المساحات اللي احنا خلقناها بالاسلوب اللي احنا لعبنا بيه، عشان دخلناه نص ملعبنا شويه اتخلقت المساحات لما كنا بنقطع الكره ايدينا نص. سؤالي الاخير مش عايز اجهدك طبعا، تغييرات النادي الاهلي جونيور اجايه هشام محمد هاني، كان فكر كابتن حسام من بدري ايه، وهي يمكن تغييرات اتت بثمارها بشكل كبير وفوزتنا طبعا او قدرنا ان احنا نفوز من خلالها؟ المساحات اللي موجوده هيبقى عندي راسين حربه، هيبقى في استغلال الاجناب، هيبقى في زياده عدديه في العمق عن طريق اجاي ووليد، واستخدام طبعا الظاهرين واستخدام الناس اللي موجوده وليد ومؤمن، مع ان انا طبعا عملت تغيير على طول لان كنت عارف ان لابد يبقى في راسين حربه، يبقى في كثافه عدديه، سحبت مؤمن وحطيت اجاي بداله. في نفس الوقت هشام محمد خلاص كنا جبنا الهدف الثاني، لابد امتلاك وزياده الزياده العدديه في نص الملعب، كنت لازم اقفل قدام فتحي شويه برضو، وفي نفس الوقت ازود نص الملعب على اساس يبقى في اربعه موجودين في نص الملعب. ممر الوقت طبعا شفت كان في صعوبه جدا لفريق الترجي، ابتدوا يلعبوا الكور الطويله والحمد لله اتعاملنا معاها بشكل كويس الحمد لله. رساله لجمهور النادي الاهلي واحنا في طريقنا ان شاء الله نحقق البطوله. بقول لهم انتوا جمهور عظيم وكل التعب اللي احنا بنتعبه ده عشانكم، وبشكركم على كل المجهود. مش دلوقتي، انتوا جمهور عظيم على مدار السنين كلها، لكن وجودكم معانا في الفتره اللي فاتت كان دافع معنوي كبير جدا. الناس اللي جت استاد التتش، الناس اللي جت النهارده، الناس اللي بره اللي ما جوش برده بشكركم، وبشكركم انتوا على مجهودكم قناه الاهلي معانا. بشكر كل الناس وبقول لكم مبروك، ومبروك لينا وان شاء الله تبقى خطوه لينا كويسه. مبروك طبعا. ده كان لقائنا مع كابتن حسام، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. استنونا على طول هنروح على الاوتيل وهنرجع لكم تاني. عوده الاستوديو.